بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بحث بها المستمع أحمد خالد الحوري من سوريا دمشق، وقد بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: قرأت في أحد الكتب الدينية في باب التمذهب، واستنبطت من قراءتي أن المجتهد ليس له أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المشهورة، فأنا والحمد لله أجتهد في المسائل الفقهية بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة، فهل معنى ما قرأت أنه لا يلزمني اتباع مذهب من تلك المذاهب الأربعة المشهورة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. المراد بالمجتهد الذي قرأت عنه في بعض الكتب هو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد، يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أحبار هذه الأمة. والمجتهد له شروط لا بد أن تتوفر فيه ويكتسب بها أهلية الاستنباط والإفتاء. من ذلك أن يكون عالما بكتاب الله، وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالما بأقوال من سلف من الصحابة والتابعين، ملما بذلك في الجملة، وأن يكون عارفا بقواعد الاستنباط، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، غير ذلك من قواعد الاستنباط، إضافة إلى أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية التي هي لغة الشرع من القرآن والسنة، وبأساليب العرب ووجوه الكلام. أما أن يكون الإنسان مجرد قاري يحسن القراءة في كتاب كما ذكرت، هذا حرام عليه أن يجتهد، لأنه يقع في الخطأ ويوقع غيره في الخطأ. فالعامي وطالب العلم المبتدي، هؤلاء يقلدون من يثقون بدينه وعلمه من أهل العلم، ويأخذون بآرائهم، ما لم يتبين لهم أن قولهم مخالف للدليل، فإنهم يأخذون بما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، إذا كانوا يستطيعون التمييز بين الراجح والمرجوح. أما العامي والمبتدي في طلب العلم ممن لا حكمه والعياذ بالله. الحاصل أن السحر من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو كفر بالله عز وجل، وهو قرين الشرك، لأنه كفر بالله عز وجل كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم. الساحر والذي يصدق بالسحر كلاهما سواء. وأما قضية حل السحر بسحر مثله، فالصحيح من قول العلماء أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: لا، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية الماثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به، الأدوية المباحة والأدعية والآيات القرآنية، وفي هذا كفاية للمسلم. نعم. التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن المصدق به كالفاعل، التصديق به من أي ناحية؟ هل هو من ناحية وجوده حقيقة، أو من ناحية قدرة الساحر على فعل أشياء ليست في حدود قدرة الإنسان؟ المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعا ويعتبر حكمه حكم الساحر، تصديقه بأنه حق، الذي يصدق أنه حق أو أنه مباح أو أنه عمل طيب. نعم. الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا. أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته، هذا لا بد منه، لأن السحر له حقيقة، وهو أمر واقع، وهو يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. نعم. فهو حقيقة واقعة لا يصح إنكاره أبدا. نعم. وهذا لا يدخل في الممنوع، تصديق بوقوعه وضرره. نعم. هذا لا يدخل في الممنوع، لأن الله أخبر عنه وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره يكون مكذبا لله عز وجل. الذي يجحد أن يقول ما هنا سحر. نعم. والسحر ليس له حقيقة وما أشبه ذلك، هذا يكون مكذبا لما جاء في الله. يعني التصديق هو يشمل
التصديق بفعل السحر. نعم. التصديق قد يراد به أو إباحية حكمه أو التصديق قد يراد به التصديق بحقيقة السحر ووجوده. نعم. وضرره وأنه شيء واقع، هذا هو الذي قلنا لا بد من الإقرار بوقوع السحر ووجوده وأنه مضر وأنه كفر واعتقاد أنه كفر وأنه ضلال. التصديق الممنوع هو كما قلتم بتصديق بإباحية مزاولته أو نعم نعم تصديق الساحر بما يقول، تصديق الساحر بما يقول من ادعاء علم الغيب أو أنه أمر طيب أو أمر مباح أو أنه صنع من الصناعات. نعم. السؤال الأخير يقول: ما هي الأرض المغصوبة وما حكم الصلاة فيها؟ الأرض المغصوبة هي التي يستولى عليها بغير حق، هذه هي المغصوبة التي يستولي عليها بغير حق، بقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق ويمنع منها صاحبها. والصلاة فيها لا تصح، لأن الصلاة فيها انتفاع بها وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة، فلا تصح الصلاة فيها، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها. نعم. المغصوبة هي المغصوبة من إنسان، أو قد تكون مثلا من أملاك الدولة بعيدا ربما عن المدن ويقتطعها إنسان فيحييها أو شيء من هذا القبيل، هل يدخل هذا في الغصب؟ أو المراد بالمغصوبة التي تنتزع من مالكها بغير حق. نعم. ويستولي عليها الظالم من مالكها ملكا صحيحا وشرعيا. نعم. هذه هي المغصوبة. نعم. هذه رسالة من السائلات طالبات من جامعة عدن جمهورية اليمن الديمقراطية. يقولنا: نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها، ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة، ولهذا نحن نسأل: هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، ونؤدي صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليا، أو نسلم من تأديتهما قضاء كما تفعل بعضنا أحيانا؟ أولا، إذا أمكن أن تؤدين الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب، وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة في أن يتيحوا لكن وقتا للصلاة تصلين فيه وترجعن إلى العمل، وهذا أمر سهل لا يكلف شيئا ولا يأخذ كثيرا من الوقت، وهو أمر ميسور. فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين. أما إذا لم يمكن هذا وحاولتن الحصول عليه ولم يتحقق، فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكن فلا أرى مانعا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال، بأن تصلى العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع، لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها. إذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة. أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز، أن تصلى قضاء بعد خروج وقتها من غير جمع فهذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سيد أحمد سليم، مصري يعمل بالعراق، يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون؟ نعم. ويل كلمة عذاب وتهديد ووعيد شديد، وقيل إنه واد في جهنم، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بأن يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس، ويصلي الظهر في وقت العصر، والعصر في وقت المغرب، وهكذا. فالذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا يعتبر ساهيا عنها ومضيعا لها، كما في الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإضاعة الصلاة والسهو عنها اللذين ورد الوعيد عليهما في هاتين الآيتين هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها، لا يجوز إخراجها عنها من غير عذر شرعي. وقوله تعالى الذين يراءون، يعني يراءون الناس بأعمالهم، يريدون يؤدون أعمالا صالحة لا يريدون بها وجه الله، وإنما يريدون أن يمدحهم الناس، كالذي يتصدق لأجل أن يمدحه الناس، أو يصلي، أو يطلب العلم، أو يؤدي أي عبادة من العبادات لا رغبة في الطاعة والثواب، وإنما يريد بذلك أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، فهذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل، كما قال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء محبط للعمل وهو شرك، شرك أصغر، وهو خطر شديد، وهو من صفات المنافقين، لأنهم كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء داء خطير ومرض وبيل، والواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل ولا يقصد من ورائه رياء ولا سمعة. وأما الذين يمنعون الماعون، فالمراد بالماعون هنا العارية، لأن بذل العارية للمحتاج من الطاعة والإحسان يثاب عليها الإنسان، فالذي يمنع العارية من المحتاج وهو لا ضرر عليه في بذلها يعتبر عليه هذا الوعيد العظيم. قد فسر الماعون بما يشمل القدر والفأس والحبل والدلو وكل ما يحتاجه الناس لأمورهم التي يضطرون إليها، فبذل العارية للمحتاجين إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمعير وهو في غنى عنها، فإن بذلها من الطاعة ومنعها من المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. جزاكم الله خير الجزاء. والتي بعث بها المستمع عبد الله محمد، أو هما المستمعان عبد الله محمد وعبد الله فوزي من الجماهيرية الليبية. الأخوان بعث بأربعة أسئلة. السؤال الأول يقولان فيه، أو يقول أحدهما: أنا أواظب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله، ولكني أردت أن أصلي القضاء عما تركته في مرحلة الصغر، بمعنى أنني أصلي صلاتين في كل وقت، فهل عملي هذا صحيح؟ إذا كان غير ذلك فماذا يجب علي فعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إن كان قصدك في مرحلة الصغر ما قبل البلوغ، في هذه الفترة ليس عليك صلاة واجبة ولا قضاء عليك. أما إذا كان قصدك ما بعد البلوغ وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدا، فالصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر. نعم. وإذا تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وواظب على صلاته، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات في حالة تركه الصلاة متعمدا، لأنه حين ذاك ليس على الإسلام على الصحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأدلة أخرى في الموضوع. الحاصل أن الذي يجب عليك فيما نرى هو التوبة إلى الله عز وجل والملازمة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وهذا يكفر ما مضى إن شاء الله. نعم. في حالة وجوب القضاء على الإنسان في غير هذه الحالة مثلا، هل تكون طريقة القضاء كما ذكر أخونا هذا بأن يصلي كل صلاة أو قضاء كل صلاة بعد فريضتها أو مثيلتها؟ إذا فاتت عليه صلوات تركها غير متعمد، لما لو كان نائما مثلا أو مغمى عليه أو غائب العقل لفترة ثم بعد ذلك أراد أن يقضي ما فات، فإنه يقضي على الفور ولا يؤخر كل صلاة إلى نظيرتها كما يفعل بعض العوام. نعم. لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها دليل على أن قضاء الصلوات الفائتة على الفور، فيصليها مرتبة حسب الترتيب الشرعي ولكن على الفور، ولا يؤخرها كما ذكر من أنه صلي كل صلاة مع نظيرتها، هذا خطأ. نعم. السؤال الثاني يقولان فيه: ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد؟ فبعض الناس هنا يقولون إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون إنها سنة، فما هو الصحيح في ذلك؟ إذا كان أذان الأول
متقدما بفترة وجاء الإنسان بعده إلى المسجد، فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات إلى أن يخرج الإمام للخطبة بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات. أما إذا كان الأذان الأول متأخرا كما يفعل في بعض الأمصار، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة، فهذا لا يشرع صلاة بعده لمن كان في المسجد. من كان في المسجد لا يشرع له أن يقوم ويصلي بعد الأذان الأول. أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد. أما إذا كان مستقرا في المسجد وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك، فإن أذان الأول لا يشرع بعده صلاة خاصة به. نعم. السؤال الثالث يقولان: عند إقامة الصلاة وعندما يقول الإمام العبارات التي يقصد منها تسوية الصفوف كقوله استقيموا واعتدلوا، يقول المأمومون بصوت منخفض استقمنا واعتدلنا وعلى الله توكلنا، فما صحة هذا القول؟ لا أصل لهذا القول، فلا ينبغي أن يقال، لأنه لا دليل عليه في هذه الحالة. والأصل في الأدعية والعبادات أن تتوقف على الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا دليل فيجب تركه. نعم. السؤال الأخير يقولان فيه: كيف نصلي صلاة الجنازة وماذا نقول فيها؟ صلاة الجنازة صفتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة بعدها، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، وما تيسر من الأدعية التي فيها استغفار للميت وترحم عليه مما هو وارد في هذا الموضوع، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة. هذه صفة